طيب في نفس الإطار في صحيفة الشروق بكرة وزميلتنا أسماء سرور بدء علاج الأطفال المصابين. ناخد ده بقى وبعدين ناخد فاصل. أنت بقالك كاتب على نفسي بالفاصل كده. بدء علاج الأطفال المصابين بفيروس سي على نفقة التأمين الصحي خلال شهرين. الصحة بتقول فحص 5 مليون مواطن وعلاج 1.5 مليون ونصف مريض، والاعتماد على الأدوية المحلية وفر 9 مليارات جنيه للدولة. خليني مع بدء علاج الأطفال المصابين بفيروس سي. خلي بال حضراتكم، الأطفال المصابين بفيروس سي، والكلام على المدير التنفيذي او على لسان المدير التنفيذي لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية في وزارة الصحة الدكتور قدري السعيد. معانا الدكتور قدري؟ معانا يا شباب؟ الدكتور اعلن بكره في صحيفه الـ 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 الشروق انه انتهاء الوزاره من وضع بروتوكول لعلاج الاطفال المصابين بفيروس سي في التامين الصحي، ومن المقرر البدء في صرف العلاج لهم خلال شهرين، مؤكدا ان نسبه انتشار المرض بين الاطفال اقل من 1%. السعيد قال في تصريحات النهارده ان لجنه الفيروسات الكبديه تسعى الى القضاء على الفيروس في الفئه العمريه من 12 الى 18 عاما، لافتا الى ان تجربه مصر في العلاج منه حظيت باهتمام عالم. يا دكتور، ما احنا مكلمين حضرتك قبل الفاصل يا دكتور، هو توضيح الامور دي بس يا جدعان. ده كان خبر من احد الاخبار المهمه اللي كنا عايزين نطلع حضراتكم عليها، ويكون في رد من الدكتور قدري السعيد على هذا الموضوع. يبقى اذا علاج الاطفال المصابين بفيروس سي على نفقة التأمين الصحي هيكون في غضون شهرين، يعني تقريبا في شهر 4 بإذن الله الجاي، الأطفال المصابين بفيروس سي. طيب يا دكتور قادر، ازي حضرتك يا فندم؟ اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. في تصريح لحضرتك كده انا قريه بكره في صحيفة الشروق زميلتنا اسماء سرور، حضرتك بتتكلم عن الأطفال المصابين بفيروس سي وان هيبدأ علاجهم على نفقة التأمين خلال شهرين. مظبوط يا فندم. طيب اخد توضيح بس من حضرتك للي عندهم اطفال مصابين بفيروس سي. اولا قبل التوضيح يا فندم لازم يبقى في نوع من التطمين. اتفضل. نسبه انتشار فيروس سي في الاطفال في الفئه العمريه اللي هم تحت 12 سنه اقل من 1%. تمام. فمش عايزين يكون في ذعر في المجتمع عشان فيروس سي في الاطفال كتير. فيروس سي في الاطفال في فئه محدوده اللي هم بيتلقوا نقل دم، اللي عندهم لوكيميا. تمام. او مرض انيميا البحر المتوسط. تمام. فاحنا بعد اعتماد هيئه الدواء والغذاء الامريكيه للعقار صوف لادي اللي هو الهاربوني. تمام. اللي لسه عنده اشهر. تمام. فاحنا بدانا في مصر ناخد الاجراءات بتاعتنا لاعتماد هذا العقار للاطفال. كويس قوي. فاحنا كنا بصدد تحديث البروتوكولات العلاجيه. وان شاء الله يعني في ظرف اقل من شهرين بالتنسيق مع التامين الصحي، لان مش اللجنه القوميه اللي هتصرف ولا نفقه الدوله، لا هيكون تبع التامين الصحي. تمام. ففي ظرف شهرين ان شاء الله هيكون العلاج متاح للاطفال الفئه العمريه من 12 ل 18 سنه اللي هم وزن جسمهم اكثر من 35 كيلو. طيب معلش، هو التأمين الصحي ده حسب والده والدته ولا هو الطفل نفسه بيتعمله تأمين؟ لا، كل أطفال مصر اللي في المراحل التعليمية تأمين صحي إجباري على نفقة الدولة. طب لو يعني معلش وضح للأب والأم اللي عندهم أطفال لا قدر الله مصابين بفيروس يعملوا إيه؟ الطفل ده بيكون فيه تأمين صحي تبع المدرسة، أو تمام. لو دخل الجامعة في المرحلة الأولانية من الجامعة. كويس. يكون فيه تأمين صحي مختص بالفئة العمرية دي، بيتوجه ليه وبيمشي في الإجراءات بتاعته. التأمين الصحي في فئة الكبار معالج أكثر من 350 ألف مريض لحد دلوقتي، فما فيش قلق ولا هلع، لأن النسبة المتوقعة من الأطفال هتكون قليلة جدا. تمام. في على نفقة الدولة تم علاج فيروس سي ولا؟ احنا نفقة سي على نفقة الدولة ما تم علاجه يعني نقترب من المليون على نفقة الدولة. مليون؟ لو حضرتك عايز الارقام. مليون شخص يعني؟ مليون مريض؟ مليون مريض. دلوقتي الارقام بتاع مصر كلها حضرتك اذا جمعنا نفقة الدولة والتأمين الصحي وما تم علاجه بمنظمات المجتمع المدني والحالات النقدي، احنا تجاوزنا 1.5 مليون مريض حتى الان منذ ادخال العلاج بالادوية الحديثة في سبتمبر 2014 بالظبط حتى نهايه ديسمبر 2017. بالظبط.
حضرتك اجمالي النفقات اللي الدوله تحملتها نقترب الان من 4 مليار جنيه مصري. مع زياده الوحدات العلاجيه لتصل الى 189 وحده على مستوى الجمهوريه. تم القضاء على قوائم الانتظار الخاص، يعني احنا ما عندناش ولا مريض فيروس سي دلوقتي يا دكتور؟ لا احنا كل من تقدم لطلب علاج فيروس سي احنا عالجناه. انا بتكلم على المتقدم، يعني كل ما عندناش قائمه انتظار لفيروس سي. مظبوط، بس هي فيروس سي ليه خصوصيه معينه، ان ممكن الشخص يكون مصاب وما عندوش اعراض. لهذا السبب احنا بدانا حمله المسح القومي. أيوة. اللي بدات في شهر سبتمبر 2016. ايوه، واحنا بفضل الله دلوقتي الدوله الرائده على مستوى العالم، في احنا عملنا مسح ل 5 مليون مواطن. 5 مليون مواطن بتشوف. نعم. اذا كان عندهم فيروس سي ولا لا. يعني لو حضرتك تتخيل الحمله كانت متركزه على الفتره اللي فاتت في محافظات الصعيد، اكثر من 2000 قريه تم مسح المواطنين فيها. ورد فعلها حلو على المواطنين. الحمد لله احنا بنحاول جاهدين ان احنا نسبق العالم، اذا كان منظمه الصحه العالميه قد اعلنت ان سنه 2030 عام القضاء على فيروس سي، فمصر بتامل ان يكون عام 2022 او اكثر تفاؤلا 2020 ان احنا نوصل لنسب اصابه اقل من 1% زي النسب في الدول المتقدمه. ربنا يطمنك يا دكتور والله. ربنا الله يكرم حضرتك. وانا متفائل بكلام حضرتك، ربنا يديك الصحه. انا من برضك تليفوني في الكنترول عند حضرتك، اي مريض عنده اعاقه او مش عارف يوصل للعلاج احنا موجودين لخدمه الناس. طب اطلب من حضرتك طلب محتاجين. اطلب من حضرتك طلب. اتفضل. هل يجوز لحضرتك يعني يوم الخميس مثلا لو وقت حضرتك يسمح تشرفنا وناخد التليفونات على الهواء لو اي حد عنده مشكله؟ طيب انا يعني بس انا مش قادر. تمام. لا 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 انا مش بلزم حضرتك. لا لا طبعا استاذه لازم زميلتنا اسماء هتراجع مع حضرتك خميس او جمعه الجايين وتبقى ضيفنا وناخد التليفونات. انا متاكد ان حضرتك عندك الناحيه الانسانيه الكبيره انك تذلل اي عقبه قدام اي مريض. انا متاكد ان شاء الله يا فندم. انا متاكد ان شاء الله يا فندم. الدكتور قدر السعيد المدير التنفيذي للجنه مكافحه الفيروسات الكبديه في وزاره الصحه. والله ده حاجه جميله جدا، يعني سنه 2022 وده كلام ده سمعته طبعا قبل كده بس خلينا نكرره لحضرتك، يعني منظمه الصحه العالميه بتقول ان 2050 2030 اللي هو 20 حضرتك هطلعك فاصل. والله حالي هطلعك فاصل حبيبي. عايز فاصل يعني؟ طب اما اقول الحته دي بقى اديك فاصل. اقول الحته دي؟ طيب مش هقولها، خد فاصل وارجع لحضرتك.